أوبورتونيتي اليوم تهزنا لمركز التدريب والتكوين المهني بالمهدية الفضاء يلي مثل فرصة للشباب اللي ملقاش حظه في الدراسة باش يواصل في التكوين المهني ويتحصل على شهادة معترف بها على المستوى الوطني والدولي. مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية افتتح منذ سنة 1978. عندنا اختصاصات واعدة في المركز، 3 اختصاصات كبرى: صيانة صناعية تحتوي على 2 شهادة كفاءة مهنية اللي هما تركيب كهرباء البناء وشهادة الكفاءة المهنية كهرباء ميكانيكي، وعن شهادة ثانية في المؤهل تقني مهني اللي هي شهادة تقني في الصيانة الصناعية. الصيانة الصناعية ده يمكن المتربصين باش يخرجوا ويتكفلوا بالصيانة في المؤسسات الصناعية بصفة عامة، اللي يتخرجوا من القطاع ده تاع الصيانة الصناعية باش يتكفلوا بالصيانة متاع الآلات الصناعية في المؤسسات وفي المعامل وفي المصانع الموجودة بجهة حتى في على كامل حتى على كامل تراب الجمهورية. الاختصاص الثاني اللي هو ميكانيك السيارات، عنا فيه المستوى الأول بشهادة الكفاءة المهنية ميكانيكي سيارات بنزين وديزل، وعنا الاختصاص في مستوى مؤهل تقني مهني تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات. الاختصاص الثالث اللي هو في التبريد، عنا فيه في اختصاص شهادة الكفاءة المهنية في المستوى الأول مركب ومصلح في التبريد، وفي على مستوى المؤهل تقني مهني تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء. 3 اختصاصات إذا جنب بعض هو يختص فيهم، يختص في ليزاباري ميناجير بوسكي فريجيدارات دي فيترين فابريك دو غلاس دي فونتين فريش، ليزاباري ميناجير في التصليح نتاعهم تصليحهم، والا ينجم زاد يختص في الكليماتيزاسيون انديفيديال بوسكي كليماتيزور انديفيديال تركيب بي بي ريباراسيون سيرفيس ابريفون، والا ينجم زاد يختص في تكييف في التبريد التجاري بوسكي لي شامب فروات بوسكي ريباراسيون تصليح انستالاسيون تركيب. كيف زاد عنده اختصاص اخر اللي هو تكييف الهواء المركزي كليماتيزاسيون سنتراليزي. يمكن التكوين في المركز من الحصول على شهاده الكفاءه المهنيه سياتي اللي تتطلب مستوى السنه التاسعه اساسي، ويمكن كذلك من شهاده مؤهل تقني مهني بي تي بي اللي تتطلب مستوى السنه الثانيه منهاد او شهاده الكفاءه المهنيه. انسان نكمل بي تي بي الشوار عنده سواء يمشي بتياس بتياس معناته انسان سوبيريور، ولا ينجم ينتصب الحساب الخاص إنسان يحس روحه اللي كاليفيه وعنده الكومبيتنس كلينيك راهو نجم يخدم على روحه، والنجم زاد عنده شوا اوبورتونيتي باش يطلع لبرا جوست بعد شي تما لونغ باغ اكزومبل كان كندا باغ اكزومبل لازم فرونسي ما تعرف ا 1 ا 2 ولا لونغلي ولا الالمان، معناها تو لي اوبورتونيتي موجودين. قريت نفيام كملتها، جيت قريت لنا سي ا بي ميكانيك اوتو، خذيت عملت عامين وشهرين ونص سي ا بي كملتهم وخذيت دبلوم، توق نقرا بي تي بي عامين ونص كما سي ار بي ان شاء الله بنجاح، نقرا وساعات نخدم نفس الدومين ميكانيك. لا اله محمد رسول الله، ان شاء الله معنا نكملوا البي تي بي كان ساهل ربي نكملوا سي ار بي البي تي اس في صورة ما معنا ندور شويه حلو تلي وحدنا. فهمت؟ يتلقى المتكونين في المركز التكوين النظري والتطبيقي مع القيام بتربصات ميدانيه بالمؤسسات الاقتصاديه. سالي سي لا فورماسيون سي فورماسيون بار لاترنونس جينيرالمون يعملوا 2 mois et demi في السنتر بعدين يمشيو 2 mois et demi في لونتربريز اللي عندنا باغ اكزومبل موجودين تو، يكملوا لو 3 فيفري وابارتي دو فيفري متما جمع صلاح وابارتي دو فيفري بيسمعوا في لونتربريز سي سي فورماسيون بار لاترنونس. بالنسبة للتلاميذ اللي مستواهم الدراسي أقل من السنة التاسعة أساسي، يمكنهم المركز من شهادة انتهاء التدريب المهني. الوليدات اللي هما عندهم مستوى أقل من السنة التاسعة أساسي، معناها متخرجين من السنة السابعة ومن السنة الثامنة أساسي، هذوما يتلقاو تدريب مهني. وليدات يمشيو للمؤسسات الاقتصادية ويتلقاو تدريب مهني في المؤسسات الاقتصادية، واحنا نأطروهم ونتابعوهم. عنا المستشاري التدريب هما اللي يتابعوهم ويشوفوا مستوى التكوين متاعهم والتدريب المهني متاعهم. الاختصاصات الموجودة بالمركز تفتح آفاق كبيرة للشباب وتمكنوا من النجاح في مسيرته المهنية. هما الاختصاصات في السنتر هذا كل ننصح به الشبيبة، انسان مش نجح في سبيسياليتي شنويزم لا موتيفاسيون، انسان تغرم سيارة الكلهم صدقني كلهم عندهم افاق اللي فات حاجه برك يزم لا موتيفاسيون، مادام جي ويحب سبيسياليتي راهو باش ينجح فيه.